ملعبها ونرجع للترجي ودربالي وخطيره والهدف الاول للترجي. سعيد لك حيجيب الكره للخالقي بالراس الترجي من القري القربي والكره الثانيه والكره اوت. يمشي بالكره احمد اجدو يمشي احمد اجدو يحط الكره حذاري على القائم الثاني خرجها بالراس خرجها بالراس. هذا المشكل اللي عمل هنا وليد الهيشري وزغالت. شوف تلاعب وينه وينه اللي مع الخالقي. شوف الخالقي وين جاء. شوف الخالقي خلق فرصه حط الكره وسامح الدربالي برافو سامح الدربالي بالراس يخرج كره من كرش الحوت. هذه هي الكلمه الصح. قرب الريها الثالثه والكره دراجي 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 فرصه مش ممكن والهدف الاول. ترجع الكرة جوزيف نيانغ جوزيف نيانغ في المساحة يدخل دربالي 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 ويسدد كرة لفريق الترجي هاريسون افول اضرب هاريسون يسدد الكرة اوت. 37 كان بث بث هذا الشريط السينمائي التاريخي بينما هنا نرجع هنا نرجع بكرة خطيرة المحاولة المراوغة التسديدة والقائد ولكن الكرة اجوال. شوف الكرة وشوف الفرص شوف المتابعة المراوغة سهولة الاختراق بوليد يبدا يدعي من اللي يربحها حتى القرعة يا رب نلعبوا مع البرسا. والكرة للترجي والهدف الثاني الهدف الثاني بعد يمشي بالكرة اجدو اجدو يوزع كرة وفيها خطأ فيها خطأ نتصور فيها خطأ اللقطة امامك هنا اجدو يمشي قدامك هنا يلعب في دار الدفاع وهنا الخطأ واضح من لاعب فابريسون. خمسة بطولات افريقية للابطال المغاربة تمشي كرة وتسديدة والحارس معز بن شريفية استيفال في يوم المطر النادي الافريقي على نقيب بوبو فيلا لمسة فيها لمسة شفت فيها لمسة هنا الكرة وهنا الباس وهنا حطت اليد نتاع الهيشري كانت زايدة هبت يديك معاها ترجع الكرة من القربي يمشي خالد القربي رجع له حاط الكرة السامح بادر بالي لا مش باهية مرة أخرى يعني نكذب ونسي في نفسي نحب نقول باهية وباهية الآن من الحارس والتسديدة والهدف والهدف الأول والهدف الأول طبعا مش باهي طبعا مش باهي لما تكرر خطأ واثنين والثالث فريق بحجم الوداد بتعملق الوداد يعاقبك مش معقول مش معقول هدية من سامح الدربالي باش تعذب الترجي التونسي في 25 دقيقة هدف أوندما فابريس أوندما في 20 دقيقة لعب مش الشوط الثاني يذلل الفارق هدفين لهدف للترجي التونسي مباراة مش مليح الأخطاء الفردية ترجع الوداد شوف الكرة وشوف التسديدة من رقم 10 يرجعها الحارس فماش متابعة مكان فارغ في وقلاي من وين مشى سامح هو التسديدة لوندما شمام يوصل متأخر لأنه وين الأكسيال وين المحوريين باش يجي شمام اللي صار ويغطي وين مشيت يا يشري وين مشيت يا كوليبالي والهدف في كرة ترجع الوقت هدفين لهدف الترجي هذه الشوط أول كبير الشوط الثاني صعب وصعب جدا وين الهدف الله على انتفاضة الواقف في الشوط الثاني الوداد ينتفض في الشوط الثاني والكرة ترجع حذاري خطيرة خطيرة في دار الدفاع مش ممكن وبن شريفية يبيع شوف الرواق اليمين يلزم تغيير يا نبيل ترجع الكرة مرة أخرى مش ممكن الواق يضغط يضغط يتقدم على طريق القديوي القديوي وزع الدفاع برافو المولي 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 راس راس المولي راس راس يسدد الكرة الفترة الثانية تمشي كرة وتسديدة والحارس قريبا أما العنصر هو اللي تخلي ليليمون جديد هو التسديدات من القديوي كنا متراجعين شكون يقدم هاريسون ما غير خطا هاريسون كوليبالي ومعاه اللاعب اونداما اونداما وهاريسون والكره تمشي والحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة جزاء يقول ضربة جزاء لمحسن ياجور ضربة جزاء وانذار على كوليبالي حقيقة تغيرت المعطيات تماما في الشوط الثاني تغيرت المعطيات ونشوف الصورة الخطا من كوليبالي كوليبالي يلمس اللاعب محسن ياجور هو الحكم هنا يقول ضربة جزاء وبذكريات الواعر يحاول بن شريفية إيقاف الزحف الوداد يسدد ويسجل هدف التعادل القديوي هدف التعادل يوسف القديوي 2-2 للترجي والوداد هدفين لهدفين في شوط رهيب من الفريق المغربي وفي شوط غاب فيه الترجي الرياضي 2-2 في مباراة كازابلانكا 2-2 الترجي والوداد في دقيقة 78 مازال برشا وقت برشا كورة الآن لابد أن نقل كاريزمة الفريق وشخصية الفريق وخبرة الفريق قارين لازم تظهر لأنه الآن معنويا اللاعبين تمثل من 2-0 2-2 القديوي يحط الكورة على اليسار معز يمشي يتلوح على اليمين يمشي دريسة كورة وسط الميدان يوزع كورة خطيرة على الفريق الودادي وفرصة كبيرة من